المتسابقين، هل هناك تهميش من بعض المتسابقين لسالم؟ أخوي أنا أكبر من التهميش. سالم التهميش تقوله ولا تقول اسمي معي، لأني أنا أكبر من التهميش. تقوله؟ لا تقول اسمي معي، أنا أكبر من التهميش. أنت أكبر من التهميش؟ نعم. هل في محاولات من بعض المتسابقين تهميش سالم ابدع ولا لا؟ فقط لا أو نعم؟ أخوياي أكبر من الشيء هذا وأكبر من الكلام هذا، كلنا نبحث عن النجاح، كلنا نتنافس، لكن كل شخص يبحث عن نفسه، وما أشوف فيه تهميش. ما في محاولة تهميش؟ لا. لسالم ابدع أبدا؟ أبدا، من زملائي ما في. ولا من الإعداد ولا الإدارة؟ الإعداد أنا قاعد أبحث، قاعد أحقق أشوف. يعني تشوف؟ ما أدري، لا قاعد أبحث وراه. صدقني بابا. هل هناك من يسلط الضوء على بعض المتسابقين؟ من هم ومن من؟ أنت شفت أحد مسلط عليه الضوء في البرنامج؟ لا تسألني، أنا قاعد أسألك. أنا متسابق. أنت متسابق فتسأل، ما أنا تسأل. أنا متسابق، خذت فرصتي كشاعر، المنشد خذ فرصته كمنشد، المقدم خذ فرصته كمقدم، الراوي خذ فرصته كراوي، الريالتي الناس العيال اللي عندهم ريالتي خذوا فرصتهم، فما أشوف تسليط ضوء، بعكس أن المبدع يثبت نفسه فقط. يعني ما تشوف تسليط ضوء من البرنامج؟ لا، المبدع هو اللي يعرف كيف يسلط الضوء على نفسه. شفت المبدع ما له أحد فضل عليه، هو اللي يسلط الضوء على نفسه. مثال سالم جديد. سالم جديد؟ نعم. مع أني ما أشوف أنه الضوء مسلط عليك للأمانة. لا جدا مسلط عليك. بغض النظر عن الغلاوة والمحبة اللي بينك. مسلط عليه الضوء بإذن الله، والأيام القادمة راح كفيلة أنها تشرح لك كلامي. ما خلف الكواليس أصعب وأثقل مما على الهواء؟ بالعكس، على الهواء أصعب وأثقل. نعم. تحت الكواليس أريح. نعم. وأمتع جدا. مثال؟ ما أدري، تحت البث الأريحية أكثر. في وجوه أو أقنعة لم تسقط بعض؟ والله وجوه ما زالت تتصنع لم تنكشف؟ أنا تراني أنا لاني محلل شخصيات، وأنا إنسان طبيعي وطبيعي ومثالي. مثالية زينة في بعض لا متى بصريح؟ الصراحة يمكنها إجحاف في بعض الأمور. فأنا أشوف العيال اللي معي والله العظيم من الأمور زينة، كل أبونا إن شاء الله، يعني الأمور قاعدة تمشي بسلاسة. طيب هل هناك أشخاص في القرية، خلني أصيغ لك السؤال بشكل، هل هناك أشخاص في القرية سواء متسابقين، إعداد، إدارة، موظفين، عاملين، يحاولون عدم استمرار سالم بن جديع ولا لا من خلال منظورك أنت؟ لا لا. طيب واللي قاعد يصير لك هذا كله وش توصفه لي؟ ممكن خطأ. أخطاء وراء بعض؟ مو بخطأ، هو خطأ. أخطاء وراء بعض، الأولى فكرة الأمسية، بعد فكرة الأمسية الجلسة، بعد الجلسة كذا موقف على الهواء. أنا أشوف هنا أخطاء، والأخطاء هذه كلها على سالم. أنا أشوف أن الأخطاء هذه يا طويل العمر والسلامة هي اللي تزيد ما تنقص. أخطأ علي مرة مرتين ثلاث، أنا ما أشوفه خطأ، أشوفه داعم لي، فلو حباني هو أعطاني اللي أبغاه ما راح أوصل، فلكن لو أخطأ علي وحاول أنه يهضم حقي أنا أعرف كيف أخذ حقي. عبد الله الرادح أستاذنا مدير الإعداد ذكر إن شنار الدوسري هو من أعطاه الفكرة وظهر وأقسم بالشيء هذا وأنه لم يتدخل فيها، وأنت تقول أني أنا من قدمت الفكرة. هذه من بعض الأخطاء اللي بوضحها لك، أنها ما هي بأخطاء اللي أنت بقرارة نفسك تدري. وش رأيك في الكلام هذا، في اللي حصل، الموقف هذا، أن عبد الله الراجح أنكر وحلف وأنت مصر على رأيك؟ يا أخي هل هو توارد أفكار أو خواطر بينك وبين شنار؟ لا مو توارد أفكار، شنار كان معنا في الجلسة ذاك اليوم. حلو. أنا أبديت الفكرة على أبو طلال سيد عبد الله الراجح. حلو. قال عندك، بديت أشتغل فيها من تحت لتحت مع العيال. أنت جالس وشنار جالس وعبد الله الراجح جالس، كلنا جالسين، وقلتها وقال عندك. نعم. ارجع للبث وشوف، ما أتكلم عن ليش ما بررت بالمقطع هذا. طيب طالب تيجي قلت رجعوا للبث وشوفوا، أي شخص يكذب كلامي يرجع للبث
وشوف كلامنا مع عبد الله الراجح. قالوا مسيه شعريه، قلت عندي انا. رفعت يدي. سالم الجديع شمعه وانطفت. انا 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 قمر متجلي. قمر متجلي. القمر يظهر بافضل حله له مره في الشهر. انا كذلك، انا مره في الشهر، انا مره في العمر. مره في الشهر ولا في العمر يا سالم؟ في البرنامج لنا 3 شهور. سالم شخصيتك متناقضه بشكل غريب وعجيب. يا اخوي انا عشان البرنامج قلت مره في الشهر، يعني 3 شهور. مره مره مره، لكن انا مره في العمر. بصراحه ندمت على المشاركه برنامج؟ تقريبا الفتره، لان جاني ظرف صحي تعبني والله. رساله لشخص او لكل شخص ظلمك او لا يريدك او ما يبيك في البرنامج بشكل اصح، رساله توجهها لهم من خلال كاميرتك. شوف، انا لا ادعي المظلوميه ولا اني مظلوم ولا حد ظلمني، عشان نخلص من الفكره هذه. استاذي، رساله لكل من ظلمك او حاول او لا يرغب في استمرارك في البرنامج، فلنفترض جدلا ان هناك اشخاص كذا، رسالتك لهم. قبل ارسلهم رساله، اولا انا شخص ماشي على بركه الله سبحانه وتعالى، وافعل الاسباب ومتوكل على الله سبحانه وتعالى. لا ادعي المظلوميه ولا ادعي ان احد اكل لي حق او هضم لي حق، لكن كان في شخص ظلمني الله يسامحه، وكان في شخص يباني يطلع، اقول له والله اني مكمل ليوم 90 باذن الله. ما تنام باذن الله. الله يوفقك يا سالم، ومن نجاح الى نجاح ان شاء الله انت واخوانك المتسابقين. فيه فقره بسيطه جهزتها لك، اذا هي جاهزه يا كنترول. وين تعرض؟ وين تعرض تغريدات من الجمهور؟ عندك هالة العز، نسبة رضا سالم بن جديع عن كل ما قدمه خلال 24 يوم الماضية باختصار.